السلام عليكم شباب وبنات، معكم سباطوس ماينكرافت. رجعت لكم في الفيديو الثالث من سلسلة سينجل بلاير في تحديث 1.21. اعتذر اذا اتحدث بشوي عشان انا اصور في الليل. المهم، في البعض راح يتسأل الحين شو قاعد يا سباطوس تسوي؟ يعني انت اظن انك في النادر في الفورتريس، عندك اشياء دايموند، عندي هذه الاشياء. يا ابغى اقول لكم انه في اني خلف كواليس افعل الحلقة اللي سجلت حلقة وما قدرت اني انزلها، خرب الملف حقها. فكنا في تلك الحلقة اللي سوينا هو اننا رحنا لودنا هاجي الفورتريس، لقينا فيها شوية لوت، هذا هو اللوت اللي لقيناه، وهذه الاشياء كانت معنا في الحلقة الماضية. وجمعت لي البليزرات اي راح نحتاجه في المستقبل عشان نروح للاند. الحين اللي راح اسويه هو اني راح ارجع للعالم العاجي، والقاكم لما ارجع. اوكي شباب، وانا راجع للبوابة النذر لأصل للعالم العاجي. فجأة تصادفت اني لقيت المكان، لبس لي جولدن تشيست بليد عشان ما يهاجموني البيكلينز العاديين. راح نضطر ان نواجه الذكر البيكل المعضل، بس المشكلة الحين اللي تواجهني هو انا ما عندي اكل كافي، ما جبت معي اكل. راح اسوي الحين بس على السريع، لا اسوي لي كرافتينج تيبل، راح احط هذا كرافتينج تيبل، راح اسوي لي درع. من شو راح اسوي مني؟ راح اسوي لي، لا اظن اني راح اسوي لي اكس عشان هو اقوى، عنده اتاك دمج اعلى من السيف. وبكذا راح اسكر الكرافتينج تيبل. شو راح نسوي بعد؟ ما في شيء. راح اخذ الكرافتينج تيبل حقتي. اوكي، يا رب يا رب اني الاقي لوت اكل داخل القلعة. هذا ما راح يسوي لي شيء، انا لابس جولد. هذا صار الحين خويي، احتاج شوية بلوكات. جيب لي ده الشيء اللي ما ادري وش هو، حط هني. لازم اخذ حذري، راح ابني لي هني زي الدرج. اوه، جاني ذا. مت يا شباب. راح نرسب هني في القرية، راح ارجع له في المستقبل. ما راح انساك يا بيكلين. راح اشيل الدروع الجولد، راح ارجع الدروع حقتي. اظن اني عندنا دايموند، راح ارجع الموارد. ارجع يعني الموارد، خلي ذا، خلي راح احط الاشياء هني. هني احط الاشياء العشوائية، حط اي شيء، حط البلوكات، حط هذا، خلي معي بس الكرافتينج تيبل والواتر باكيت. راح ما راح اخليها في خاطري، راح اخذ لي حبة دايموند واثنين ستيكس. راح نروح للكرافتينج تيبل، راح اسوي لي على السريع شافل من الدايموند عشان نكون بكذا كل المعدات حقنا تحولت لمعدات دايموند. راح احط كمان الفلينتين ذا ستيل. وشو راح افكر شو راح نسوي في الحلقة، وشو راح نسوي؟ اظن اني راح اروح لكهف، راح اروح من ذا الاتجاه، راح احاول اني ابحث لي عن كهف، فتحة كهف. راح نروح على السريع، اذا لقيت في ايرون راح اصل، راح احاول اني اسوي الدورة حقي مجددا. اذا ما لقيت الايرون
او في حالة لقيت الدايموند راح يكون احسن لي وافضل عشان نسوي بها الدروع حقتنا من الدايموند. ولازم راح ارجع على السريع، اصلا انا ما جايب معاي اكل يكفيني، هني في ريفين، هني في ايرون، كسر دي الحبات، كسر. اقدر اسوي حركة اني اقفز بس ما ابغى اخاطر. هوب، هذا ريفين عادي ولا يودي على كهف؟ هذا بس ريفين عادي، انا ابغى الريفين اللي يكون يأدي على كهف، تروح له ويكون في جنب كهف تدخل له. اظن ان ذا كلب، هذا الكلب اللي أضاف هذا، أو عفوا الكلب اللي أضافوه في التحديث الجديد، يعني إيه لو كان عندي حطام لكن تربيته. ما عليش، أظن أنني في جزيرة تانية. يا رب، أظن أني راح، يا رب تكون ديك صحراء. أنا أبغى الصحراء، أبغى ألاقي بيومات مختلفة. في نزل علينا مطر، هذا يعني أننا راح نضطر نواجه موبات. هسوي على السريع، حلي الاتنين خشب، حط، أسوي لي على السريع قارب، راح أحط في الموية وراح نوجه على ذي جزيرة. ما يعني مكان خايس، راح اروح لديك الجهة اني في كومة من الساند. اني لقيت القلعة اللي يكون فيها الدارك وود. في قرية، نايس، راح اروح الوتها. يا رب الاقي فيها لوت كويس، الاقي دايموند عشان اكمل الست حق الدروع. اني في دخان، اظن ان في كامب فاير، راح اكسر القارب، راح نطلع مع ذا الجبل. اظن ان راح يجينا موبات، فلازم اني اجهز لهم، خاصة الكريبر. يعني في كامب فاير، هلو 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 بقرة، هو في كلاب، يا ريت عندي عظام. فيني كتب، نايس، في كتب راح احتاجها. في شوية برد راح اخذه معاي، راح يفيدني في الراجعة ان ما راح القى لي اكل. يعني ما في شيء ده البيت كم، يا ليل، شو بنيت الجبل من البطيخ، او ما نسيت اسمه. اني في الو ايرون جولم، وكنت راح اضرب قروي، لو ضربته راح يزيدون قروين اخرين على اثار. اني في الويت، انا صراحة احتاج الويت، راح تعرفون ليش في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة راح نحتاج فيها درويت، أظن أن أغلبكم راح الويت في إيش نستعمله، أكيد مرة باينة. يعني تنتهي القرية، راح أروح لديك الجهة. يعني في بيت ما استكشفته، في طابق تاني، في صندوق، في ستكس. صراحة انا سوي، انا بستكس، انا ابغى لوت، ابغى امرالد او دايموند او شيء زي كذا. ما ينفع اني الاقي دي الموارد الخايسة. اظن اني هذا البيت ما استكشفته، لا استكشفته، استكشفته بس ما شيكت. في السادل تاني عندي، انا اصلا السادل في البيت، بس راح اخده معاي. اظن انه حل الصباح، راح احط الواتر باكت. اذا اسوي لي ايميل على السريع، في بوصلة وفي شوية خبز،
أظن أن هذا هو البيت الأخير. في بابين سكر، وراح أظن أني راح ألاقيكم لما أرجع للبيت حقي. أوكي يا شباب، على السريع رجعت للبيت، سكر الباب لمرة يومين، والعاصفة ما ردت أنها تمشي، فرح أظن أنها راح تمشي في دي الليلة إذا نمت. يا رب أنها تمشي. أوكي مشت أو لا؟ أو شو قاعد يسوي ذا؟ ليش ما تحترق؟ كنت راح أضرب الأيرون جولم. راح قبل لا أختم الحلقة راح أجد لي منطقة. أظن أن دي المنطقة كويسة. كسر 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 ده، هات لي الشموع، كسر كسر هني، حط حط حط. راح نسوي يا شباب انه راح هني راح تكون المنطقة اللي راح نسوي عليها البيت حقنا. راح اشيل هني، تكون دي المنطقة البيت. راح ابني هني البيت حقنا جنب بالضبط القرية. ولهني يا شباب نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أنكم تحطوا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتخلوا لي تعليق حلو. كان معكم سبوتوس.